الإسلام دين التشدد، الإسلام دين الإرهاب، كلمة يطلقها بين الفترة والأخرى شخصيات من اليهود والنصارى، القس الضال الذي أحرق القرآن الكريم قبل فترة، عندما سئل عن سبب هذا العمل الشنيع، عن سبب إحراقه لكتاب الله تعالى، قال: في القرآن الكريم توجد آية الرجم في الزنا المحصنة، والرجم إرهاب، فالقرآن كتاب إرهاب. كملاحظة خارج عن حديثنا طبعا، القرآن لا توجد فيه آية الرجم أصلا، ليست عندنا في القرآن الكريم آية باسم آية الرجم، هذا المعنى غير موجود في القرآن. نعم، في الروايات الشريفة الصحيحة ورد الحكم بالرجم، ولكن هذا يدل على أن هذا القس الضال ما كان حتى قد قرأ القرآن الكريم. يتبين أن الإعلام هو الذي يحرك أمثال هؤلاء. بالنسبة إلى هذه النقطة التي باستمرار في الإعلام النصراني والإعلام اليهودي يطلق هذا المعنى أن الإسلام دين التشدد والإرهاب بسبب وجود حدود من أمثال الرجم، من أمثال الجلد، حد السارق، حد الزنا، حد القتل، حد الإفساد، هذه تؤخذ ذرائع لضرب الإسلام. هنا لنا وقفتان. الوقفة الأولى، أساسا لماذا هذه التشريعات في الإسلام، في الإسلام في الدين الصحيح عند الله عز وجل، لماذا هذا التشدد في التعامل مع بعض المجرمين؟ أولا، التشدد في التعامل مع بعض المجرمين شيء يقره جميع عقلاء العالم. ابحثوا في كل القوانين الجزائية في كل البلاد، توجد هناك قوانين شديدة صارمة ضد بعض المجرمين، هذا شيء موجود لا ينكر. أي بلد من البلاد في قوانينه الجزائية نرى قوانين صارمة شديدة مع بعض المجرمين، القاتل في كثير من بلاد العالم يقتل، هذا ليس قانونا صارما شديدا؟ هذا القانون موجود في البلاد المتحضرة، موجود في البلاد المتخلفة، موجود. فأصل وجود قانون ضد بعض الناس المجرمين، قانون شديد، هذا الشيء كل العقلاء يقرونه. إنما الكلام أنه هل في هذا المورد الشدة تكون عقلائية يقرها العقلاء أم لا؟ في هذه الجريمة يلزم أن تكون القوانين صارمة أم لا؟
أصل وجود قانون شديد ضد بعض المجرمين شيء واضح عقلائيا. ثانيا، الإسلام منع منعا باتا من بعض الأمور. هل أغلق الباب كليا أم فتح الباب من جهة ثانية؟ يعني ماذا؟ يعني الإسلام حرم أكل لحم الخنزير، هل أحل أشياء أخرى، أطعمة ثانية أم لا؟ لحوم أخرى أحلها أم لا؟ نعم، أحل أشياء ثم حرم ثم منع، يعني أوجد طرق لإشباع غرائز الإنسان طرق صحيحة ثم منع من طرق فاسدة. أولا أحل شرب بعض المشروبات النافعة ثم حرم شرب الخمر. الإسلام أولا فتح أبوابا لإشباع الغريزة الجنسية في الإنسان، فتح باب النكاح الدائم، فتح باب النكاح المؤقت، ثم منع من الزنا، ثم شدد على الزنا كطريقة فاسدة مفسدة في إشباع هذه الغريزة. فتح أبواب، وفتح تلك الأبواب بطريقة سهلة، فرق النكاح المؤقت مع الزنا ما هو؟ لفظ، صيغة يقولها الرجل وتقولها المرأة، هذه الصيغة كلمة، شيء سهل، يكون هو الفارق بين الزنا وبين النكاح المؤقت الذي أحله الإسلام. في هذه الحالة شخص يتوجه إلى الانحراف، لا يستحق هذا الشخص الجلد؟ لا يستحق التشدد؟ وقد فتح الله عز وجل له باب الحلال بكل سهولة. ثالثا، شروط إجراء هذه الحدود الشديدة شروط صعبة جدا. البعض يتصور أن حد الجلد للزاني، حد السرقة للسارق، هذه حدود بكل سهولة تنفذ كما ينفذها بالفعل بعض الدول باسم الإسلام. هذا خطأ في إجراء الحدود على المجرمين. هذه الحدود المذكورة في الإسلام، المذكورة في الرواية الشريفة، هناك شروط كثيرة. في كثير من هذه الحالات الشروط غير متحققة. يأخذون الشخص بعنوان الزنا المحصنة، ارجموه، سبحان الله، بدون ضوابط. هذا ليس الإسلام. الإسلام فيه ضوابط كثيرة وشديدة جدا في ثبوت هذه الأمور. الزنا أساسا كيف تثبت؟ لا تثبت إلا عبر طريقتين لا ثالث لهما. إما الشخص والعياذ بالله يقر على نفسه بالزنا على الأقل 4 مرات، يعني لو أقر على نفسه بهذا الفعل الشنيع مرة واحدة لا يجلد ولا يرجم، مرة ثانية أقر لا يجلد ولا يرجم، مرة ثالثة لا يجلد، مرة رابعة، في المرة الرابعة إذا أقر إقرارا واضحا في 4 مرات، ما أقر بكلمات غير واضحة، لا بكل وضوح أقر، ثم لو أقر 4 مرات بل لو أقل أقر 40 مرة أمام شخص عادي لا يرجم ولا يجلد، يلزم أن يقر على الأقل 4 مرات أمام الحاكم الشرعي.
متى يحدث هذا الشيء؟ هذه هي الطريقة الأولى، يعني هو يريد أن يجرى عليه هذا الحد، كما حدث بالفعل بالنسبة إلى شخص جاء إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في قضية مفصلة، أقر على نفسه أمير المؤمنين، قال نعم لا بأس اذهب، قال يا أمير المؤمنين طهرني، وأقر على نفسه بالوضوح، أمير المؤمنين قال أقول لك اذهب، سمعت خلص اذهب. لا، الرجل كان مصرا في قضية مشهورة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية التي لا تتحقق لعلها في الألف سنة مرة، أن يشهد عليه 4 شهود عدول بتفاصيل القضية في وقت واحد. متى يحدث هذا الشيء؟ لعله في تاريخ الإسلام ما حدث هذه الطريق ما حدثت لإثبات الزنا إلا مرة واحدة في قضية المغيرة، القضية المشهورة التي أراد الله سبحانه وتعالى فيها أن يفضحه، وإلا الشيء ما كان يثبت أصلا. الله عز وجل أراد أن يتحقق هذا الشيء، وإلا القضية حقيقة قضية غريبة، أن تأتي ريح ترفع الستار، وفي ذلك الوقت في البيت المقابل كان هناك 4 شهود عدول جالسون في الطابق الثاني لعله فوق السطح، ورأوا القضية بتفاصيلها وشهدوا عند عمر. عمر طبعا أدار القضية بطريقة وبرأ المغيرة في قضية مشهورة. هذه المرة الوحيدة التي أعرفها أنا في ثبوت هذه القضية بالشهود، 4 شهود ليسوا شهودا عاديين، شهود عدول في وقت واحد يرون ذلك بالتفاصيل، يرون يأتون مع بعض يشهدون. هذه حالة لا تحدث في 1000 سنة، لا تحدث. يعني أقول شروط تحقق هذا الشيء شروط صعبة جدا. هذا ثالثا. رابعا، في موسوعة الفقه المجلد رقم 101 صفحة 176، هناك يذكر السيد رضوان الله تعالى عليه أن إجراء الحدود الشرعية من شروطها تطبيق بقية قوانين الإسلام، ويذكر أدلة على ذلك. يعني الشخص الذي في هذا المجتمع المريض، مجتمعاتنا مريضة في العالم، مجتمعاتنا غير صاحية، مجتمعات فيها فساد، عندما المرأة تخرج نصف عارية في الشارع، لا أقول لا يلام الشاب إذا ارتكب حراما، لا يلام، ولكن أقول لا يحد، الحدود لا تجري مع هذا الوضع الفاسد. أولا طبقوا بقية قوانين الإسلام. إذا الإسلام طبق، طبيعيا الشخص لا يتجه نحو الانحراف، طبيعيا الشخص لا يسرق. إذا قوانين الإسلام طبقت، لماذا الشخص يسرق إذا كان غنيا، إذا كان سليم النفس؟ لماذا الشخص يتجه نحو الفساد إذا كانت الأمور متوفرة له؟ أولا تطبيق بقية قوانين الإسلام. إذا قوانين الإسلام طبقت، عند ذلك إذا شخص سرق يقطعون يده، إذا شخص والعياذ بالله الزنا يجرون عليه الحد الشرعي. أما بهذا الوضع المريض أصلا الحدود لا تجري ولا تجرى. الشخص يسرق، خذوه اقطعوا يده، من أين هذا؟ لإجراء حد السرقة أحد العلماء ذكر 30 شرطا بكل سهولة اقطعوا يده لأنه سارق. أولا يلزم أن لا يكون فقيرا، إذا شخص من منطلق الفقر سرق يؤدب بطرق معينة، ولكن لا تقطع يده.
إذا الشخص سرق شيئا موجودا في الشارع يؤدب، ولكن لا تقطع يده، يلزم أن يكون غنيا أولا، يعني يمتلك أموالا تسد حاجاته، ثم يقتحم دار شخص، ثم يكسر قفلا مثلا. إذا دخل إلى دار شخص وكانت هناك أموال في الساحة، أخذ الأموال، يؤدب لعله يسجن، ولكن لا تقطع يده، يلزم أن يكسر قفلا، أن يكسر حرزا، كما ورد في الرواية الشريفة، شروط وشروط حتى تجري هذه الحدود. هذه الشروط إذا تحققت، نعم هذه اليد لا تسوى شيئا. إنسان غني يقتحم بيت الناس، يكسر قفلا، يسرق، اعرضوا القضية مع شروطها على العالم، لا يرون هذا الشخص مستحقا لقطع اليد؟ نعم، أي سارق اقطعوا يده؟ غلط، الإسلام لا يقول ذلك. الوقفة الثانية، من الذي يستشكل على الإسلام بالإرهاب؟ عادة اليهود والنصارى. هذه الكلمة من أين تأتي؟ من اليهود والنصارى عادة. لماذا الإسلام دين الإرهاب؟ لأن فيه الرجم، فيه قتل المجرم بطريقة الرجم. هؤلاء الذين يستشكلون على الإسلام ما قرأوا كتابهم المقدس عندهم؟ غريب. الكتاب المقدس الذي تطبعه الكنيسة بمئات الملايين من النسخ بلغات كثيرة، الكتاب المقدس يحتوي على العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم يعني التوراة، العهد الجديد يعني الإنجيل. ليقرأوا الكتاب المقدس عندهم، ما الذي يجدونه في الكتاب المقدس؟ في الكتاب المقدس عندهم، الكتاب الذي يسمى بالكتاب المقدس، توجد 4 طرق لقتل المجرمين. الطريقة الأولى الرجم، هذا موجود في الكتاب المقدس، يجرى هذا الحد، الرجم، يرجمون شخصا بالحجارة إلى الموت. هذه الطريقة مذكورة في الكتاب المقدس عندهم، ويجرى هذا الحد في 18 موردا عندهم في الكتاب المقدس، لا أنقل عن كتبهم الأخرى. لو كان في الإسلام موردين لهذا الحد بشروط صعبة في دينهم، في الكتاب المقدس عند النصارى واليهود، تعلمون العهد القديم متفق عليه بين النصارى واليهود، العهد الجديد يعني الإنجيل محل خلاف بين اليهود والنصارى، أما العهد القديم متفق عليه، هذه مذكورة في العهد القديم يعني في التوراة. أنا أذكر لكم بعض الموارد لتطبيق قانون الرجم، وهذا لا يقوله علماؤهم، لا في الكتاب المقدس مذكور، يعني ليس الرأي لبعض علمائهم. المورد الأول لتطبيق قانون الرجم، الولد المعاند المارد على أبويه يطبق هذا القانون عليه. إذا كان الولد مارد معاند لأبويه يرجم حسب الكتاب المقدس عندهم. أقرأ لكم نص العبارة في الكتاب المقدس الذي يسمى بالمقدس، العهد القديم الذي هو متفق عليه بين النصارى واليهود، في مقطع في فصل التثنية، تعلمون العهد الجديد والعهد القديم، التوراة والإنجيل، فيهما فصول، كل فصل له اسم، وفي كل فاصل عدد من الإصحاح. الإصحاح بلا تشبيه، طبعا بلا تشبيه، بمثابة السور عندنا في القرآن الكريم، وفي كل إصحاح عدد من العبارات
بلا تشبيه أيضا بمثابة آيات قرآنية عندنا، بلا تشبيه طبعا. في الكتاب المقدس في العهد القديم في فصل التثنية الإصحاح 21 رقم العبارة 18 إلى 21، هذا نص العبارة: إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقوم أمه ويؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته إلى أن يقول، فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت. القس يستشكل على الإسلام بأن في القرآن الرجم وليس في القرآن الرجم، وغفل عن كتابه المقدس. يرجم الولد المارد، هذا المورد الأول. المورد الثاني من موارد تطبيق قانون الرجم في الكتاب المقدس، وهذا غريب جدا: من كان فيه جن أو تابعة، هذا حسب قانون الكتاب المقدس عندهم يرجم هذا المسكين المبتلى، لو كان هكذا، لو ثبت في حقه أنه بالفعل فيه جن أو تابع. في الكتاب المقدس في العهد القديم فاصل اللاويين الإصحاح رقم 20 رقم العبارة 27، نص العبارة: وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة فإنه يقتل بالحجارة يرجمونه. هذا نص العبارة، هذا المورد الثاني. المورد الثالث من موارد تطبيق قانون الرجم في الكتاب المقدس، العديد من موارد جرائم العفاف. هو يستشكل علينا في الزنا المحصنة، هو بدون محصنة يرجمون البنت، حتى بالنسبة إلى البنت التي وجدت غير عذراء غير بكر، هذه البنت ترجم. في الكتاب المقدس موجود هذا الشيء. وتعلمون، أنا لا أريد أن أذكر هذه التفاصيل، أحيانا الإنسان يضطر، تعلمون أحيانا البنت تفقد عذرتها بسبب حادث سيارة، بسبب ضربة شديدة، بسبب قفزة غير طبيعية. البنت إذا وجدت غير عذراء حتى لو لم تثبت في حقها أنها أتت فاحشة ترجم. في الكتاب المقدس عندهم العهد القديم فصل التثنية الإصحاح 22 رقم 20، هذا شيء يذكر، والعديد من موارد أخرى أيضا. وفي 18 موردا عندهم قانون الرجم، هذه الطريقة الأولى للقتل في الكتاب المقدس. الطريقة الثانية للقتل ضرب العنق بالسيف، هذا موجود في الكتاب المقدس. وهذا موجود في موارد عديدة، من جملة الموارد عبادة الأوثان، أي شخص يعبد الأوثان طبعا بدون شروط الإسلام. الإسلام أيضا لعله عنده قوانين صارمة ولكن بشروط صعبة لا تتحقق عادة، قلت إحدى الشروط تطبيق بقية قوانين الإسلام. هؤلاء بدون هذه الشروط عندهم هذا الشيء. وموارد أخرى أيضا: يقطع رأس الشخص بالسيف، في الكتاب المقدس موجود. من جملة طرق قتل المجرمين الإحراق، وهذه الطريقة تستعمل في موردين، أنا أذكر موردا واحدا: إذا زنت بنت كاهن تحرق، تحرق حتى الموت وبدون شروط الإسلام أيضا. المورد الرابع من موارد قتل المجرمين القتل بالخنق، وهذا أيضا يطبق في موارد عديدة. من جملة الموارد: الرجل الذي يزني ببنت كاهن، بنت الكاهن إذا زنت تحرق، الذي يزني بها
يقتل بالخنق، يخنق إلى أن يموت. من جملة الموارد من شهد كذبا بأن بنت كاهن زنت، هذا الشاهد كذبا بأن بنت كاهن زنت، هذا الشخص يقتل بالخنق. ومن عجائب الأمور حقيقة أن الذي يشهد على بنت كاهن بأنها زنت يقتل، أما الذي شهد على بنت عادية أبوها إنسان عادي ليس كاهنا، الفرق فقط هذا، لا يقتل. والأغرب من ذلك أن الشخص إذا اتهم زوجته بأنها لم تكن عذراء بعد أن دخل عليها، يطلب من أب البنت أن يأتي بدليل أن بنته كانت عذراء. سبحان الله، يعني البين على من ادعي عليه. هذا شيء موجود أصلا في العالم؟ معقول أصلا شخص يدعي ضد شخص ذاك يلزم أن يأتي ببينه؟ البينة على المدعي عند جميع العقلاء. ثم بعد أن دخل عليها كيف الأب يثبت أنها كانت عذراء؟ الآن لعله بالدي ان اي ممكن، لعله في العصور السابقة كيف كان يمكن هذا الشيء؟ قبل ذلك يثبت لعله كان ممكنا، بعد القضية كيف يثبت؟ يلزم عليه أن يثبت أنها كانت عذراء وإلا تقتل. عجيب. لا علينا بالخرافات الموجودة في كتابهم المقدس عندهم، كلامنا في كيفية قتل المجرمين. شخص عنده أربع طرق لقتل المجرمين، إحدى الطرق الرجم، إحدى الطرق القتل بالسيف قطع الرأس، إحدى الطرق الإحراق، إحدى الطرق القتل بالخنق، وفي موارد عديدة. يستشكل على الإسلام؟ حقيقة أقول الكلمة الأخيرة، وإن عشت أراك الدهر عجبا. هو عنده هكذا موارد، وليس في القرآن آية الرجم أصلا. وتسمعون القرآن دين التشدد، القرآن دين القتل، القرآن دين القتل من كتاب المقدس عندكم. بالقياس بين الإسلام وبين بقية الأديان نرى بكل وضوح، بكل وضوح أن الإسلام هو دين الرحمة، حتى لو أن شخصا كان يستحق القتل بسبب هذه الجرائم، القرآن يجعل شروطا وشروطا وشروطا حتى لا يتحقق هذا الحد. القرآن الكريم والإسلام جعل حدودا لبيان أن هذه الأمور أمور، أجلكم الله عفوا، قذرة، أمور وسخة، أمور شنيعة، ولكن لا يطبق أي قانون على أي شخص بدون وجود ضوابط. جعل ضوابط كثيرة، قلت لكم ضوابط إثبات الزنا، ضوابط لا تتحقق في الألف سنة مرة، في الألف سنة لا تتحقق مرة، يعني ضوابط كثيرة. كأن الإسلام أراد أن يبين فقط للناس أن هذا شيء شنيع، هذا شيء أجلكم الله وسخ، لا تقتربوا منه، شيء ضار، ولكن إجراء هذه القوانين صعب للغاية، لا يجرى. إذا قارنا بين الإسلام وبقية الأديان نعرف قيمة الإسلام. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين، الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام.